اهلا وسهلا، معكم الطبيب البيطري عبد الله يوسف عبد الله صلاح من اربد، من احد اصحاب عياده بيور ايز المتوفر باربد حاليا. العياده هاي اسسناها بال 2020، وكانت قبل هيك مع دكاترة زملاء لنا أسسوها من 2018. هي عيادة متكاملة للحيوانات الأليفة ولا علاجات الحيوانات الأليفة. السلام عليكم، انا متدرب طارق عيد العمري، سنه رابعه متدرب بعيادات بيور ايز في بيتس كلينك. اهلا وسهلا فينا. مرحبا، انا رند الحاج، سنه خامسه من بتدرب بعياده بيور ايز. اهلا وسهلا. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجكم خطوات أردنية. رحبوا معي بضيفي لهذه الحلقة الدكتور عبد الله صلاح. بداية سعد مساك. أهلا وسهلا. كلك زوا. طبعا في البداية حضرتك من أصحاب عيادة بيور آيز للحيوانات الأليفة وبالتحديد في إربد. تعرفني تعرف السادة المشاهدين بنبذة بسيطة عن حالك. أهلا وسهلا، معكم طبيب البيطري عبد الله يوسف عبد الله صلاح من إربد، من احد اصحاب عياده بيور ايز المتوفر باربد حاليا. نعم، بس تحكي لي اكثر، متى اسستوا هاي العياده هون باربد وشو هي اصلا الخدمات اللي انتم بتقدموها عندكم للحيوانات الاليفه؟ العياده هاي اسسناها بال 2020، وكانت قبل هيك مع دكاترة زملاء لنا أسسوها من 2018. هي عيادة متكاملة للحيوانات الأليفة ولا علاجات الحيوانات الأليفة. الخدمات اللي بنقدمها يعني تصوير أشعة، فحوصات عامة شاملة، العمليات الجراحية إن كانت أورثوبيديك أو السوفت تيشو، يعني عيادة كاملة متكاملة للحيوانات الأليفة فقط. نعم، بس شو اللي عم بيميزكم عن العيادات الثانية؟ اللي بيميزنا من العيادات الثانية متوفر عندنا عمليات الأورثوبيديك اللي هي عمليات العظم بجميع مجالاتها وجميع أصنافها، موجود جهاز إكس راي ديجيتال، فحوصات الدم المتكاملة إن كان فحوصات وظائف الجسم أو فحوصات الدم، القدم، الدكاترة الموجودين، يعني موجود أنا موجود دكتور عبد الله، عند الدكتور سابر الريحاني ماجستير سمول أنيمال سيرجري، والدكتور خالد اللنسور، يعني عيادة متكاملة، تيم كامل، كل واحد مجاله. نعم. فمنغطي أكبر قدر ممكن. ما هي رؤيتكم المستقبلية؟ أنتوا شو حابين تعملوا لقدام؟ الحابين نعمله لقدام أنه نحاول نخدم المجتمع قدر المستطاع، وأنه نرتقي بهاي المهنة، نرتقي بعملنا، نحاول قدر المستطاع أنه نتوسع بعلاجات الحيوانات الأليفة، لأنه زي كل واحد عنده حيوانه الأليف وغالي عليه مهتم برضو بصحته.
وأنه يلاقي العلاج المناسب والحل المناسب لمشكلة حيوانه. نعم، بس تحكي لي شوي عن أهم المشاكل اللي أنت عم بتواجهها بهذا القطاع. أهم المجال مشاكل بواجهها أنه ما في امتحان لمزاولة المهنة، في خريجين جداد بيطلعوا بإمكانهم بيفتحوا عيادات، أوكي هو طبيب بيطري بس خبرته بتكون ضئيلة، يعني بدل ما هو يساعد عماله بضر. غير هيك في المتطفلين كتير بالمهنة، متطفلين بشكل مزعج وبيعملوا مشاكل أكتر من فوائدهم إذا كان في لهم فوائد أصلاً. ننتقل إلى الجانب الوطني. لو قدر لك والتقيت بصاحب الجلالة ماذا ستقول له؟ بحكي له الله يديمك ويحفظ الله إياك البلد ودخل لها الوطن. بس أكيد أنت في حدا ترك بصمة بحياتك وأعطاك الدافع لوصلت لهاي المرحلة، فأنت لمين بتحب توجه رسالة شكر عبر برنامجك؟ بحب أوجه رسالة شكر لأمي. أمي هي اللي دعمتني، وهي اللي ساعدتني أدرس بالجامعة، وهي اللي كبرتني، وهي اللي زرعت هذا الإشي جواتي. كيف يمكن للسادة المشاهدين التواصل مع حضرتك؟ تحكي لي أكثر وين موقعكم بإربد وشو هي طرق التواصل معكم؟ طرق التواصل رقم العيادة، البيج تبع صفحة العيادة على الفيسبوك، الموقع إربد شارع راتب البطاينة مقابل المستشفى الإسلامي إبالو معمارة بيتزا هات الطابق الثالث. شكراً لك. أهلاً. وفي نهاية هذا اللقاء أعزائي المشاهدين نود أن نشكر الدكتور عبد الله الصلاح على حسن استضافته لنا وعلى أمر لقائي بكم مجدداً. أهلاً وسهلاً. شكراً لك. أهلاً.